السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعين وأحباب أثاث الثقة. خوتنا اليوم جينا نبشروكم بعودة إن شامبر اللي بزاف حبيتوها في محل أثاث الثقة، اللي هي لا شامبر موديل ترون تروا بورت. لله يبارك تالمو نجحت هاد لا شومبر، خدمنا منها حتى في الكات بورت وراهي متوفرة في محل أثاث الثقة. هذه هي لا شومبر ترون تروا بورت اللي فيها كما راكم تلاحظوا فيها تروا بورت كوليسون، ثلاث أبواب منزلقة. هاليكم لي تروا بورت كوليسون تاعها، فيها من الاعلى كما راكم تلاحظوا فيها لولاد، فيها هذا لو موتيف رويال اللي بزاف هايل، ومن تحتها بياسير فيها دوبل با. هذه التفاصيل كامل راح تطرقوا ليها بعد قليل، نشوفوا نظره عامه عليها كما راكم تلاحظوا. عندكم من لهنايا لا تيت دولي تاعها بزاف شابه كما راكم تشوفوا، مام دولي تاعها بزاف متحوف. وعندكم ثاني خاوتنا لاكوافوز تاعها اللي بزاف شابه، تفضلوا شوفوا لاكوافوز اللي فيها طروا فاصاد خاوتنا، طروا فاصاد ما شاء الله بزاف شابه. هاد لاشوم راكوشي خاوتي، دوك خاوتنا نزيدو نشوفوا كل حاجه بالتفاصيل تاعها باش يكون شرح وافي وكافي. هكذا خاوتي الناس اللي يسكنوا بعاد اللي يشرو بالتليفون اللي يشرو سير انترنت ولا البشت قبل ما تلقاو المحل تعرفوا اي ديطاي على لاشوم راكوشي. هكذا احبابنا كي العاده نبداو بلا كاردروب. لا كاردروب كيما راكم تلاحظوا فيها 2 متر 40 من الكوتي للكوتي، وفيها 2 متر 52 من الطرف للطرف. هكذا احبابنا نبداو دركا من الشكل الخارجي. الشكل الخارجي من الاعلى عندكم تروا سبوت بلا كولور بلو، شوفوا لو تاعها شحال شباب، جاي على شكل اون كاسكيت. عندكم من لهنا خاوتي هذا لي موتيف على شكل مربعات كيما راكم تلاحظوا فيها، ومن تحت عندكم ثاني هذا لو موتيف اللي تشوفوه في الباب دروات وباب غوش. وهنا خاوتنا راهي بالزجاج برونز، وعندكم من هنا لانسيزيون في الزجاج على نفس الشكل تاع هذا لي موتيف. كاين تناسق كبير الله يبارك في هذا لا شومبر كوشي، ما في اون بورت سي بالتناسق بين الزجاجه وبين لو بوا. شوفوا لو كوتي تاعها كيفاش فيني، خدمه طري بيان فيني. مام هذا كولور بلو غيتمت ان بو روفلي على اللوح تاع هاد لاشوم راكوشي. نروحو الباب تاع الوسط. الباب تاع الوسط خاوتنا حاجة شابة لي فيها هو هاد التاج اللي راهو في الأعلى. كنتو شفتو معانا دي شومبر اللي فيهم التاج في لو تاعهم، هاد لاشومبر فيها التاج لهنا في الخزانة في الباب تاع الوسط. تصميم جد رائع ما شاء الله. عندكم ثاني خاوتنا هنايا هذا لو موتيف اللي فيه هنايا ثاني ان اوتر موتيف اللي فيه التصميم تاعو على شكل فيناج تاع اللوح هنا بالدوري لو برون بالدوري. وتحت خاوتنا توجور لانسيزيون على شكل من نفس التصميم تاع البيبان غوش ودروات، باب لا دروات كيما باب لا غوش. وفي لو با تاعها واش عندكم؟ عندكم دو تيروار لي بالرايه غليسونت، توجور بالرايه غليسونت كيما راكم تلاحظوا احبابنا، ينفتحوا فاسيلمون وينغلقوا فاسيلمون والداخل طري بروب. وعندكم لهنا لولاد، هاد لي لام لي راهم تحتها يشعلوا بلولاد بلو، تصميم هايل بزاف ومن صنع محل اثاث الثقه. درك خاوتنا ندخلوا للمحتوى الداخلي تاعها، نشوفوها درجه بدرجه مع الاخ وليد. تفضل خويا وليد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخ عبد الرحمن واش راك وليد؟ توحشنا. اليوم طرونا قوة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. توحشنا من المشاهدين تاعنا، الله يحفظهم، وجينا نشرحوا لكم كيفاش دايره من الداخل. الله يحفظكم خاوتي. خاوتنا ما تنساوش الاعجاب والنشر قد ما تقدروا. هكذا خاوتنا دائما نتوما المتابعين الاوفياء تاعنا، قبل ما نقول لهم ديروا الاعجاب ولا قبل ما نقول لهم كومونتي يكونوا ديجا كومونتي، ورانا نشاهدوا تعليقاتكم فردا فردا. وبارك الله فيكم جميعا. دوكا نروحوا للمحتوى الداخلي تاعها. تفضل خويا وليد نفتحوا الباب الايمن. بسم الله الباب الايمن. كما راكم تلاحظوا خاوتنا الرايه تاعها حاجه ما شاء الله، مهنيين خاوتنا من ناحيه الرايه. عندكم فيها 4 لي زيتاجير على اليمين بلس لو با تاعها يولوا 5 طبقات. لا فينيسيون من الداخل كونك مهني بيان فيني من الداخل كيما من برا. نروحوا دوكا للوسط. حاليا القسمه من على اليمين راهي ما شاء الله. دوك نشوفوا الباب الوسط واش فيها. في الوسط عندكم ايطاجير بلس اسباس بور ترين. هنا خاوتنا الباب الوسط راهي كبيره، يعني
الوسط تاعها واسع ثاني. شوفوا شحال واسعه هايله بزاف. هنا عندك ايطاجير تحط صوالحك، وهنا عندك لا ترينغ، وعندك لو بوت تاعها اللي تقدر تزيد تستغلو في حاجه واحده اخرى. هكذا احبابنا. دوك نشوفوا الباب اليسار، الشكل الخارجي تاعها هايل. لا الباب الايسر فيه 4 ايطاجير بلس لو بوت تاعها شحال 5 طبقه ثاني. سما حاليا خاوتنا عندنا لي ايطاجير، عندنا ايطاجير ثاني في الوسط، عندنا في الوسط ثاني لسباس بورترين. ما شاء الله القسمه تاع هاد لا شومبر لحد الان راهي هايله. بلس لي دو تيروار تحتها، لي دو تيروار وفيها دوبل با. هام ليكم لو تيروار تاعها تاع التحت حاجه فيني وطري بروب. الله يبارك. شوفوا لو با تاعها شحال هايل، شوفوا الباط تاعها، ومن تحتها مرفوده افيك دي بينيس كما راكم تشوفوا فيها، مرفوده على الارض. لي بينيس خاوتنا، هاد لي بينيس تقدروا يساعدوكم مام باش ديبلاسيوها، كركروها عادي جدا. وللتوضيح فقط، لي شومراكوشي تاع محل اثاث ثقه ديمونطيوهم وتعاودوا تمونطيوهم عادي، ماشي كيما لي شومبر المستورده اللي اذا ديمونطيتها ما تعرفش ما تقدرش تعاود تمونطيها. هذه ديبلاسيها نورمال افيك دي فيرير هايله بزاف. دوكا نروحوا لولي تاعها. لولي تاعها خاوتنا شوفوا كيفاش مخدوم، فيه هذا لو كابيتوناج شحال هايل بزاف. خويا وليد معليش ريح وليد، هذه تاع اليوتيوب مع احترامنا لليوتيوب راهي خبت ان موتيف اللي بزاف هايل، موتيف تاع الشومبر، لو موتيف تاع لا شومبر اللي بزاف هايل. عندكم لهنا التاج هذايا اللي شفناه ديجا هنايا في لاكاردروب في الوسط. عندنا ثاني لو ميم موتيف تاع التاج تصيبو ثاني في لي دو طاب دو نوي. ودوك نروحو لي دو طاب دو نوي تشوفو فيهم حاجة اللي تعجبكم بزاف. عندكم ثاني لو بتي دوسي تاعها ولا لي بوندلي اللي مخدومين كابيطوني بالانتيطاج. بارك الله فيك وليد، شوفوا كيفاش مخدومين كابيطوني بالانتيطاج وعاليين على الارض، زعما تقدر تسيق عادي من تحتها. وعندكم ثاني خاوتنا نروحوا لي دو طاب دو نوي. طاب دو نوي تاع الاخ عبد الرحمن، لي دو طاب دو نوي. شوف خويا وليد عندهم فيها اولا لو تيروار، بارك الله فيه، لو تيروار بالراي غليسونت واسع كما راكم تشوفوا بالداخل واسع ما شاء الله. عندكم فيها هنا القاعده تاعها بلو فومار كالعاده. لو فومار قلت لكم هذا لو فومار راه ناجح خفيف وما يتكسرش في لاشارج ومهنيين. عندكم ثاني فيها لهنايا هذا الليد بلا كولور بلو، نقدروا نستغناو على الفيوزا ديريكتومون، استغنى لي عليها ما نحتاجوهاش. تحطها كوم ديكور وي باش تضوي بها ما تحتاج، باسكو عندك اللاد هنا بالبلو هايل. هاوليكم التاج فيني الله يبارك. درك الاخ وليد لو كان نقلبوا هكذا لا طاب دو نوي لهذ الناحيه باش نوري لهم لا دوزيام فاصاد. نقلبوا هذا هكذا ايوا طري بيان. لا طاب دو نوي حتى هي فيها دو فاصاد كما راكم تشوفوا. شوفوا خاوتي فيها دو فاصاد طاب دو نوي، يعني فيها لو موتيف من هنايا والموتيف من هنا. بعد ما شفنا لا طاب دو نوي خاوتي درك نروحوا لا كوافوز. لا كوافوز مخدومه كشغل طاب دو نوي كبيره، نقدروا نقولوا انه لا طاب دو نوي مخدومه كشغل كوافوز صغيره. هكذا احبابنا تفضلوا خاوتي، التصميم تاع لا كوافيس شحال شباب، فيه تروا تيروار وفيها تروا فاصاد. باسكو علاه خاوتي حنا نفكروا باللي لا كوافيس راح يكون فيها منظر في كامل الجوانب. سما كي تشوف منا تشوف لو موتيف على اليمين تشوف لو موتيف، بالنسبه لطاب دو نوي راح تشوفها من جانب واحد. علاش؟ باسكو هذه الجهه راح تلصق في اللي، هذه الجهه اليسار في سقف لولي تشوفها من الجهه اليمين دو فاصاد. شوفوا المرايه تاع لا كوافوز مخدومه ثاني بهذا التصميم العصري لهنا يا خوتنا على شكل فيناج تاع اللوح بلا كولور دوري بلومب دوري الله يبارك. المرايه تاعها شوف واش مخدومه لهنايا، عندكم الليد يبان لهنا هايله هايله، زعما تشوف غير الرفلي. وتفضلوا لي تيروار شحال شابين. وكانوا يفتحوا البريمي تيروار باش نعطوا المتابعين تاعنا فكره على لو تيروار كيفاش يجي. بارك الله فيك. هاوليكم توجور بالراي غليسونت، يفتح فاسيلمون وينغلق فاسيلمون. هذه هي منتجات محل اثاث ثقه كامل بهذه الطريقه. خوتي دركا نوصلوا للمفيد، للمفيد اللي هي نحب كل واحد خوتي في التعليقات يقيم هذا لاشومبر. هكذا نقيموها على 10 معليش يا ستي،
نقيموها على 10، على بالي عجبتكم وبارك الله فيكم. الحمد لله رانا هنايا باش نطوروا الصناعه الجزائريه. هاد لا شومبر خاوتنا راهي ببري هايل بزاف، لي جامي شفتوه من قبل في محل اثاث الثقه اللي هو ب 12 مليون 800 برك. هذا الخير كامل راهو ب 12 مليون 800، وعدناكم انه التخفيضات راح تستمر لاقصى حد. هكذا ب 12 مليون 800 عندك هاد لا شومبر بالنقل والتركيب مجاني ل 48 ولايه. رانا هنا نوصلوها لكم وين ما كنتم. عليكم الاتصال في الارقام اللي راهي في اول تعليق ولا راهي في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو في وصف الفيديو، ورانا هنا وين ما كنتو نوصلوها لكم وتخلص في باب دارك. وعندكم ثاني لو باك بروموسيون اللي فيه سومي كوفري، الماطلا دي 30، البورتمونتو، البوف، وزوج مخيد ومسند بسعر 3.5 مليون. وعندكم ثاني لو باك دي 25 اللي فيه الماطلا دي 25 والسومي كوفري والبوف والبورتمونتو وزوج مخيد ومسند بسعر 3 مليون برك. نشكركم خاوتي على متابعه هذا الفيديو، بارك الله فيكم جميعا. ما تنساوش خاوتنا عندنا لو لايف تاعنا اللي راهو يوميا بعد 9 مساء، نتلاقاو في لايف اللي فيه تخفيضات ثاني وتستاهلوا كل خير. نشكركم على متابعه هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.